أبدأ معك يا ريما بالحديث عن كلام بلينكين بالأمس الذي قال بأنه يتم العمل مع الجهة الإسرائيلية على تطوير خطة لإيصال المساعدة الإنسانية. هل تبلورت الفكرة لدى السياسيين الإسرائيليين؟ وماذا عن زيارة قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي اليوم إلى تل أبيب؟ يعني لو بدأنا من الشق الثاني من السؤال، زيارة قائد المنطقة الوسطى تركز على كما يقول تقديم ضمان أن تحصل إسرائيل على كل ما تحتاجه من العتاد العسكري. هذه المعلومات أو هذه التصريحات من قبل قائد المنطقة القيادة المركزية لا تختلف كثيرا عن التصريحات التي خرجت من المسؤولين الأمريكيين، سواء أولئك الذين زاروا إسرائيل أو في الولايات المتحدة. كلها تقول إنها تريد أن تحصل إسرائيل على كل ما تريد من أسلحة وعتاد في العمليات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة، وهذا الهجوم غير المسبوق بالأسلحة غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل. ومن المتوقع أن يكون هناك لربما المزيد من هذه الأسلحة التي تقدم لإسرائيل. قائد المنطقة أو القيادة المركزية كما نقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية يشارك في تقييم الأوضاع لضمان أن يكون لدى إسرائيل كل ما تحتاجه من عتاد عسكري في المرحلة المقبلة. مثل هذه التصريحات كما قلت خرجت عن مسؤولين أمريكيين سابقين. الكونغرس الأمريكي اليوم على سبيل المثال كان هناك رسالة من 100 من المشرعين الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين يطالبون الإدارة الأمريكية بضمان أن تحصل إسرائيل على كل الأسلحة التي تريد، وبضمان أن يقوم الكونغرس بإرسال مثل هذه الأسلحة إلى إسرائيل. أيضا هناك قناعة كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإسرائيليين على قناعة بأن الإدارة الأمريكية الجيش الأمريكي سيساعد إسرائيل فيما إذا كان هناك حاجة لمساعدة إسرائيل، خاصة إذا قامت بهجوم بري على قطاع غزة. إذن تركز الزيارات الأمريكية على هذا الدعم الأمريكي غير المحدود وغير المشروط كما يصفه مسؤولون أمريكيون لإسرائيل، سواء دبلوماسيا ولكن أيضا عسكريا. من جانب آخر هناك الموضوع الإنساني ودخول المساعدات الإنسانية إلى رفح. كانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت أمس عن أن اللقاءات ما بين المسؤولين الأمريكيين على رأسهم بلينكين وزير الخارجية مع المسؤولين الإسرائيليين استمرت لأكثر من 7 ساعات في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل عبر معبر رفح إلى غزة. ولم يتم الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل إلا بعد أن تم التوافق على دخول مساعدات إنسانية إلى غزة، ويبدو أن الرئيس الأمريكي أيضا سيتناول موضوع المساعدات الإنسانية في لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قال إن بايدن سيبحث موضوع المساعدات الإنسانية مع إسرائيل، ولكن مع التركيز على موضوع ضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وما إلى ذلك، وموضوع المساعدات الإنسانية التي تضغط الولايات المتحدة على ما يبدو بدخولها عبر معبر رفح إلى غزة. يبدو أيضا أن الرئيس الأمريكي يحاول من خلال كل هذه الجهود ومن خلال وصوله إلى أو حضوره إلى إسرائيل حيث يصل غدا لربما أيضا التركيز على قضية الأمريكيين المحتجزين الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، يريد ضمان أن يتم إطلاق سراحهم لمساعدته في الداخل الأمريكي. كيف يطلق سراحهم؟ لربما هذه هي المناقشات التي سيركز عليها الرئيس الأمريكي غدا في لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين، حتى لو جاء ذلك كما يرى البعض على حساب أن يضغط على إسرائيل باتجاه إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. يريد أن يخرج كما يرى البعض ببعض يعني تحقيق لإنجاز كما يمكن أن يصفه للداخل الأمريكي بأن أنه على الأقل استطاع أن يساعد في إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين داخل قطاع غزة. ابقي معنا ريما، سنعود